نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير. وبمناسبة حلول عيد الفصح المجيد بحسب التقويم الغربي، تتقدم أسرة فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ممثلة بالمديرة الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وكافة العاملين فيها، بأحر التهاني وأطيب التبريكات، متمنين لجميع المسيحيين في الأردن والعالم موفور الصحة والعافية، وأن ينير لهم الناهض من بين الأموات طريق المحبة والسلام. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: إن استمرار حالة التوتر في الضفة الغربية وغزة يهدد أمن السكان هناك. بطاركة ورؤساء كنائس القدس يجددون النداء من أجل السلام في الأرض المقدسة. الكاردينال باتسابالا: الحرب بما تحمله من عنف وكراهية وموت تجعل الاحتفال بعيد الفصح صعباً. الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بسبت النور المقدس. وفيها أيضاً الدعوات الكهنوتية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المؤمنين الكاثوليك في الأرض المقدسة، قال فيها: أفكر فيكم منذ زمن وأصلي من أجلكم كل يوم، وأنا قريب منكم في طقوسكم المختلفة، لا سيما الذين يعانون في هذه الظروف الصعبة من مأساة الحرب الهوجاء، والأطفال الذين حرموا من المستقبل، والذين يبكون ويتألمون، والذين يعيشون في القلق والضياع. أريد أن يشعر كل واحد منكم بمحبتي كأب يعرف آلامكم ومصاعبكم، وخاصة تلك التي واجهتموها في الأشهر الأخيرة. وأضاف قداسته إن استمرار حالة التوتر في الشرق الأوسط دون اتخاذ خطوات حاسمة نحو السلام يشكل خطراً جسيماً ومستمراً يهدد أمن السكان هناك وسلام العالم أجمع. وختم الأب الأقدس رسالته قائلاً: أبارككم وأسأل من أجلكم حماية سيدتنا مريم العذراء ابنة أرضكم، وأجدد دعوتي إلى جميع المسيحيين في العالم ليظهروا دعمهم لكم بالعمل ويصلوا لكم دون كلل، لكي ينعم جميع سكان أرضكم العزيزة بالسلام. جدد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إدانتهم لجميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الحرب الدائرة الحالية، مكررين الدعوة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتسريع توزيع المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الأسرى وفتح مفاوضات لإنهاء دائرة العنف في الأرض المقدسة. وفي رسالتهم السنوية المشتركة بمناسبة عيد الفصح قال البطاركة ورؤساء كنائس القدس: إننا ندرك تماماً المعاناة الشديدة التي تحيط بنا في الأرض المقدسة، ونكرر إدانتنا لجميع أعمال العنف في الحرب، وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء. كما وجه رؤساء الكنائس تحية خاصة للمؤمنين في غزة الذين حملوا صلباناً ثقيلة ولجأوا إلى كنيستي القديس بورفيريوس والعائلة المقدسة. في موازاة ذلك، ومع احتدام القتال واستمرار الحرب في الأراضي الفلسطينية، تعيش المدينة المقدسة وغزة هذه الأيام أجواء قاتمة يخيم الحزن فيها على احتفالات عيد الفصح المجيد. كما تقيم الطائفة الكاثوليكية في قطاع غزة القداديس والصلوات وسط هذه الأجواء المفزعة، وكذلك الحال مع كافة مسيحي غزة. وقد أقامت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة احتفال عيد الفصح في ظل المعارك الدائرة في القطاع، وقد تجمع حوالي 100 مؤمن في ذات الكنيسة على ضوء الشموع لإحياء ذكرى قيامة يسوع من بين الأموات، حيث أن الكنيسة تقع على مسافة قصيرة من مجمع الشفاء الطبي الذي دار حوله قتال عنيف بين الطرفين المتصارعين استمر لنحو أسبوعين. وكذلك في القدس، حيث كانت الأجواء في المدينة كئيبة بالقدر نفسه في غزة. في كنيسة القيامة في القدس احتفلت الكنائس الكاثوليكية التي تسير على التقويم الغربي بسبت النور المقدس، حيث ترأس وجبة جناز المسيح غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، بحضور الآباء الفرنسيسكان وعدد كبير من المطارنة والآباء الكهنة والشمامسة وجموع من أبناء الرعية. بدأ الاحتفال برياضة درب الصليب المقدس في البلدة القديمة وصولا إلى كنيسة القيامة. وقد تقدم المسيرة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وسفراء عدة دول وزوار قادمون من الخارج يتقدمهم حامل الصليب المقدس. وقد جرت صلاة جناز المسيح في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، تلاها جناز المسيح في كنيسة مارتوما للسريان الكاثوليك، وكنيسة أبي الموارنة بالقرب من باب الخليل في القدس.
قال غبطة الكاردينال باتسابالا في عظة أحد الفصح المجيد على الرغم أن هذا الزمن المأساوي الذي يتسم بالكثير من العنف ما زلنا قادرين على إعلان الحياة والحب والنور الذي يحمله هذا العيد. وأضاف غبطته: في هذه اللحظة نريد أن نعرب عن شكرنا الخاص لقداسة البابا فرانسيس الذي عبر عن قربه من جماعتنا المسيحية برسالة جميلة أرسلها إلينا عشية الثلاثية الفصحية ورافقتنا في الصلاة والتأمل، مشيرا إلى أن قداسته دعانا لنكون مشاعل مضاءة في الليل، لكن يبدو أن هذه الحرب لن تنتهي أبدا، وأن الصوت القوي والحاسم والوحيد هو صوت الأسلحة بعد أن فشلت كل المحاولات لوقف الأعمال العدائية. وأكد الكاردينال باتسابالا أن فصح المسيح يحتم علينا أن نتحلى بالشجاعة للدفاع عن كرامة الحياة وعدم الخوف من الليل الذي يلوح في الأفق وعدم البقاء منغلقين على أنفسنا. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة مدائح والدة الإله في زمن الصوم الأربعين المقدس، وذلك في كنيسة رقاد السيدة العذراء في السلط. وفي نهاية الخدمة هنأ سيادته جموع المؤمنين بفترة الصوم الكبير ومديح والدة الإله، ضارعا إلى الله أن يحفظ الأردن ويرحم غزة في هذه الأوقات الصعبة، وأن يرفع الله عنهم وعن العالم أجمع شر الحروب والمحن. حضر الصلاة السفير القبرصي والسفير الجورجي، وعاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من أبناء الرعية. وخلال زيارته إلى السلط تفقد سيادته أعمال الترميم لمضافة الدير وبيت الشبيبة في السلط، والذي يتكون من عدة طوابق متاحة بشكل دائم لاستقبال السياح وزوار المدينة. وسيزود بيت الشبيبة بمكتبة ثقافية وروحية من كتب ورقية وإلكترونية بما يعكس الهوية الروحية الثقافية في بلادنا المقدسة. وبالتزامن مع الصوم الأربعين المقدس أقيمت في العديد من كنائس المملكة القداديس التي تجسد عيش هذا الزمن المقدس بروح الصلاة والصوم والتوبة. فقد أقيمت في كنيسة قلب مريم الطاهر اللاتين ألف حيص صلاة درب الصليب وأمسية تراتيلة أحيتها مجموعة أمهات وأطفال صوت فيلادلفيا. ترأس القداس الأب ماثيو ألبرتو بمشاركة الأب عماد طوال والأب باولو فليشت بحضور جموع غفيرة من المؤمنين. كما أقيم في كنيسة مار ميخائيل السماكية قداس إلهي بمناسبة زمن الصوم الأربعيني، حيث ترأس القداس الأب خالد جمو بحضور الأب طارق أبو حنة وعددا من الراهبات وجمع من أبناء الرعية. استقبلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد متمثلة براعي الكنيسة قدس الأب فراس عريضة رعية سيدة الوردية الكرك، متمثلة بقدس الأب فارس سرياني راعي الكنيسة وجمع كبير من أبناء وبنات الرعية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. كاميرا نورسات اليوم عاش الجو كله حب ومحبة، ولهيك حبيت أشارككم بهالأجواء. فاليوم استقبلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد تتمثل برعيها الأب فراس عريضة وعدد من المجلس الرعوي. استقبلوا رعية سيدة الوردية الكرك واللي بتتمثل بقدس الأب فارس سرياني راعي الكنيسة، وكان في جمع كبير من بنات وأبناء الرعية. ختام هذه الزيارة أيضا الجميلة برفقة أبناء وبنات الرعية الطيبين كان زيارة لرعية القديس جورج في إربد. هذه الرعية كمان إلها ارتباط نظراً لأنه الأب جورج عكشة كان من الأباء المؤسسين لهذه الرعية، والأب جورج عكشة هو أيضاً أحد أبناء الكرك، ولذلك أيضاً هو نوع من الارتباط ونوع من العلاقة الروحية بين الكرك وبين هذه الرعية الطيبة بكاهنها طبعاً أبونا فراس عريضة. استضافته والاستضاف والاستقبال الحسن بالإضافة إلى مشاركة للقمة محبة تدل على الألفة والطيبة الموجودة بين المسيحيين في هذا البلد الطيب أينما كانوا، سواء في الشمال أو سواء في الجنوب. وبعد هالجولة اللي قامت فيها رعية الكرك بين ربوع إربد وتاريخها، اللي فعلا لو شو ما لفين العالم كله صدقوني ما رح نلاقي مثل أجواءها وحياتها البسيطة. أم قيس هي مدينة أثرية، نعم صحيح، ولكن كمان إلها ارتباط بتاريخنا المسيحي نظرا لمجموعة الكنائس الموجودة في هاي المنطقة، والتي تدل على أنه المسيحية أيضا انتشرت في هاي المنطقة منذ قرون مبكرة، ولا تزال آثار هذه الكنائس شاهدة على تلك الحقبة المميزة اللي كانت موجودة في ذلك الزمن.
وطبعا احنا بنعرف انه ام قيس اللي كانت تسمى ايضا قديما جدارة، واللي هي احدى مدن التحالف الروماني ديكابوليس المدن العشر، هي ايضا مذكورة في الكتاب المقدس في انجيل القديس متى الفصل الثامن، لما المسيح اجرى معجزة طرد الشياطين وكانت مثل ما بيحكي النص في ناحية الجداريين، والتي تعتبر بحسب علماء الكتاب المقدس اللي هي منطقة جدارة. بعد هاللفة جمعت الرعيتين لقمة واحدة، هي عبارة عن لقمة محبة وأخوة، معزبينها رعية القديس جورج الشهيد. بأيام الصوم المبارك اللي فعلاً بتحس بطعم الجمعة اللي ما فيها أي نوع من الزعل، وجد بتحس إنه الكل هيك بعرف بعضه. وبزمن الصوم اللي يعتبر له قدسية كثير مهمة عند الكل، وهذا الإشي كمان بتحس فيه نهلة نصراوين من رعية الكرك. برحلة إحنا إجينا على هاي المناطق إلى دير إربد مع الأب فارس السرياني، بنشكرهم على الاستضافة هون. والزمن الأربعيني بيعني لي إشي كتير، بيعني لي رحلة تماماً مثل الرحلة اللي إجينا فيها، العودة للذات، التقرب من الله والابتعاد عن الرذيلة، ابتعاد عن الخطية. معقول أهل الكرك يجوا لإربد وما يدخلوا الكنيسة؟ وأكيد الختام كان جوا الكنيسة. صلت الرعيتين هيك مع بعض صلاة صغيرة، ومن بعدها يتوجهوا للباصات، وهيك لقاء خفيف لطيف عاشت الرعيتين سوا بجو كله محبة وأخوة. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات قدس الأب الدكتور حنا كلداني راعي كنيسة العذراء الناصرية الصوفية في حلقة جديدة بعنوان حديث في الصيام، حيث عرف الأب كلداني الصوم بأنه لقاء مع الله وانفتاح مع الآخر. كونوا معنا. أخلاقيات الصوم، فريضة الصوم، لماذا نصوم، تعليمات الكنيسة حول الصوم، ماذا ينبغي أن نفعل، لماذا نصوم الآن؟ الصوم هو إشارة إنسانية ومن الله لكي يقول الإنسان لنفسه ويقول للآخرين ويقول لله سبحانه وتعالى: أريد أن أتقدم إلى العزة الإلهية، أريد أن أضحي، أريد أن أشعر بالجوع، أشعر بالعطش. ففي كل الديانات موجود ترويض الجسد لتقوية الروح. نعم. الإنسان روح وجسد، وهذا الجسد متمرد في كل نواحيه. نعم. في كل مضامينه. ففي الصوم أنا أروض الجسد، وهذا المفهوم البسيط للصوم أو البدائي. نعم. ولكن الصوم هو لقاء مع الله وانفتاح إلى الآخر. هو المسيح في الإنجيل المقدس لم يعطينا قوانين محددة للصوم. صوم. نعم. لأنه ترك ذلك إلى عبقرية المؤمنين، إلى عبقرية الكنيسة عبر الأجيال. نعم. عبر الأجيال. وفي النص الذي ذكرته في عن متى، في متى، نعم، المسيح قبل أن يتكلم عن الصوم تكلم عن ثلاث مضامين سابقة، تكلم عن البر وعن الصدقة وعن الصلاة. نعم. يقول: إياكم أن تعملوا بركم بمرأة من الناس. نعم. والشخص الذي دعي بارا في العهد الجديد هو القديس يوسف. نعم. فإذا أردت أن تبدأ الصوم يجب عليك أن تنظر إلى هذا القديس العظيم، إلى مريم العذراء، وتتشبه بهم، لأن مار يوسف هو البار، هو الصديق في العهد الجديد. نعم. فمار يوسف بطاعته لله، في حبه لله، في صمته، في رزانته، في صلاته، هو مثال لهذا البر. ويقول: فإذا تصدقت، فإذا هنا كان تقول أنه صدقة واجبة مفروغ منها. نعم. ولكن يعطيك ظروف الصدقة. نعم. فلا ينفخ أمامك في البوك كما يفعل المراؤون. ثم يأتي إلى الصلاة: وإذا صليتم، كأن الصلاة مفروضة. نعم. ومفروضة في المسيحية وفي فرض الصلاة في العهد القديم وفي العهد الجديد. فلا تكونوا كالمرائين يحبون الصلاة قائمين في المجامع. نعم. ثم يأتي إلى الصوم. لماذا جعل المسيح البر والصدقة والصوم مقدمة؟ لا، جعل الصلاة، جعل البر والصدقة والصلاة مقدمة للصوم لأن الصوم هو البناء الفوقي
البناء الخارجي الذي يجب أن يركب على هذه القواعد الثلاثة. نعم. إذا فقدت هذه القواعد الثلاثة اللي هي البر، البر معناه إقامة العدل، نعم، إقامة الرحمة، نعم، البحث عن الصلاح في نفسك وفي الآخرين، نعم، تعزيز الحوار، تعزيز المحبة، تعزيز التآخي، البحث عن الخير العام، هذا هو البر. نعم. الغفران، الصدقة هو مشاركة الآخرين بما لديك، أنك تقول لنفسك ما في يدي لي ولغيري من عائلتي، من المحتاجين، لمجتمعي. والصلاة هي التواصل مع الله، هي انفتاح النفس أمام الله بتواضع. نعم. بكافة أنواعها، بدءا من صلاة القداس إلى صلاة الأسرار المقدسة، المناسبات الدينية، نعم، إلى الأعياد، إلى الصلاة الشخصية، إلى صلاة المزامير، هي تواصل مع الله. عندما يبني في هذا زمن الصوم تبني هذه القواعد، تبني هذه القواعد، يأتي الصوم ويركب معها أو فوقها كمكمل للبر والصدقة والصلاة. أقام الاتحاد الدولي لمنظمات السلام العالمية حفل إفطار لأطفال الأيتام من مختلف دور ومراكز الأيتام في المملكة. حضر الحفلة رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لمنظمات السلام العالمية ومدير الأوقاف فراس أبو خيط وعدد من المدعوين من الشخصيات الرسمية والإسلامية بمشاركة 60 طفلا وطفلة. وقال مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الأب الدكتور جري استثمارات إن هذا الإفطار يأتي تواصلاً للنشاطات التي يقيمها الاتحاد على مدار السنوات، مثلما يأتي تجسيداً لقيم التكافل والتعاضد المجتمعية. ونوهت سفيرة السلام الدكتورة سناء الشبلي إلى أن الهدف من حفل الإفطار هو رسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال الفرح في نفوسهم. واشتمل الحفل على تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية التي أدخلت البهجة في قلوب الأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا عليهم. ترأس المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس احتفالات عيد فصح القيامة في كاتدرائية القديس جورج الشهيد، وقد تخللت الخدمة الفصحية تجديد نذور المعمودية والترانيم الخاصة، كما ترأس سيادته خدمة الشركة المقدسة للرعيتين العربية والأجنبية، وقد عاونه في الخدمة عدد من الكهنة الكاتدرائية، كما أحيا جوقة الكاتدرائية بعض الترانيم بمشاركة أطفال الرعية. في سياق آخر، احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية في عمان بيوم المرأة العالمي وعيد الأم وعيد البشارة بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع المحلي، كما استضافت الأخويات الأستاذة المحامية أمال حدادين للحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع بصفتها المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. في الأرض المقدسة وبدعوة من رعية القديسة كاترينا وشبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم، أقيمت على مسرح الكلية سهرة تأمل وصلاة مع مراحل درب الصليب بحضور عدد من الأباء الكهنة وحشد كبير من أبناء الرعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. آهن لو كنت هناك، هذا هو العنوان الذي اتخذته رعية كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم وشبيبة ماري فرانسيس من جميع الفئات لسهرة تأمل وصلاة ترانيم لمسرحية درب الصليب التي أقيمت على مسرح كلية ترسنطة بحضور الآباء الأجلاء والراهبات وحشد كبير من المؤمنين وإشراف الداعم الرئيسي الأخت فايزة عياد والمرشدة الروحية الأخت أنا سلوى والمخرج سامح شاهين. هذا اللي شفناه، الألام، التأمل في ألام يسوع اللي بخلينا فعلا نقدم له ألامنا اللي عم نعيشها هلأ وقت الحرب في غزة، الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بيعيشوها العالم، الفقدان السلام في هاي الأرض، عم نشوف إنه مع يسوع المسيح كله، مع يسوع المسيح بنمتلك قوة وقدرة إلهية إنه نعيش رغم هاي الظروف، وكل وعينينا للسماء وأملنا إنه يوم من الأيام زي ما انتصر بقيامته على الموت ينتصر على الأفكار الحروب وأفكار الشر اللي العالم عم بيمشي فيها بدون ما يفكر برسالة يسوع
أحبوا بعضكم بعضا، وليس من حب أعظم أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. الرسالة الخلاصية اللي بيعلمنا إياها زمن الأربعيني من خلال التأمل في يسوع وألامه، ومن خلال الفرح بقيامته وامتلاك رجاء جديد كل ما نتأمل بهاي القيامة. بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى وجوقة الميلاد بقيادة الأستاذ جوزيف حزبون وجاني أبو عقلة، حيث أقيمت مراحل درب الصليب 14 من قبل أعضاء شبيبة ماري فرانسيس، مثلت بطريقة رائعة طريقة الألام والعذاب التي ذاقها السيد المسيح قبل صلبه على الصليب حتى قيامته من بين الأموات، مع مرافقة تراتيل الألام طيلة العرض والتي نالت إعجاب الحضور. اليوم بصراحة مع شبيبي بكل فئاتها حبينا إنه نساعد الرعية ونقدم لها نهار مميز يلي من خلال التراتيل والتمثيل والحركات إنه نحاول نجسد أحداث الألام، فهي مشاركة منا لحتى إنه نساعد الرعية لتعيش هاي الأجواء المميزة. طبعاً إحنا دخلنا باحتفالات الأسبوع المقدس، وواحدة من عناصر المهمة في هذه الاحتفالات هي رياضة ضرب الصليب والتأمل في ألام المسيح، ففكرت الرعية مع سيرفايزا القائمة على هذا المشروع بأنه نعمل ضرب الألام يوم الاثنين بطريقة مميزة، واتصلت معي فاستعددنا مع الجوقة على تراتيل وحضرنا هارموني لفرقة بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد للموسيقى، فبالتالي اليوم إن شاء الله رح تكون ختام كل هاي الاستعدادات مع سيرفايزا مع الجوقة مع الفرقة. انتهى العرض بأجواء من الحزن والألم والفرح، حزن لألام المسيح على الصليب وألم بموته وفرح لقيامته من بين الأموات. للنورسات مارلين الحدوى من مسرح كلية ترسنتا بيت لحم. أعزائنا المشاهدين، جولتنا الميدانية لهذا الأسبوع ننتقل بها وإياكم إلى محافظة عجلون ذات الطبيعة الجميلة والتضاريس الخلابة والمخزون العالي من الأشجار الحرجية الكثيفة وغابات اللزاب والسنديان، فضلا عن أثارها وكنائسها وقلعتها الشهيرة، والأهم من كل ذلك مناخها الجاذب للسياحة على مدار العام. كاميرا نورسات قامت بجولة في مدينة عجلون وعدت التقرير التالي. فيها من طرف منديلها حكايات، منها جدة ربت ولادها على مبدأ يا ابني هاي أرضك صونها وعيش من خيرها وربي وعلم ولادك منها، وعلى حبها جد رب ولاده. الأرض أصل والأصل كل ما يقدم بيعتك جماله وسوقه بسعر الزمن ما بيتقدر بثمن. هذه المحافظة وهي إحدى محافظات المملكة الأردنية الهاشمية تتميز بأنها منطقة زراعية، ولذلك منذ القدم أهل عجلون اهتموا بالأرض واهتموا بالزراعة، ولذلك أصبحت علاقة ودية ما بينهم وما بين الأرض، حتى قيمة هذه الأرض وغلاتها انتقلت من جيل إلى جيل. قد يكون أجدادنا نتذكر ارتباطهم بهذا الأرض والعمل اليدوي دون أن يكون آلي، وانتقل هذا إلى الجيل الموجود حاليا، وإن شاء الله يستمر هذه القيمة العالية للأرض في عجلون من جيل إلى جيل، لأنها هي عنوان وهي انتماء وهي مصدر رزق، وأيضا غالية، غالية الارتباط بالأرض، الأرض حنونة وبتكون دائما علاقة ودية ما بينها وما بين يعتني بها، ولذلك هي هذه العلاقة إن شاء الله بتدوم من جيل إلى جيل. عجلون بالياب شمساتها يا محلى فياتها، فيها من طيبها وطبيعتها وخيرها بركتها من كرمها وكرومها وأشجارها لوديانها وينابيعها مناطقها الأثرية والتاريخية. عجلون إذا بدنا نحكي مع محور آخر فهي منطقة سياحية أثرية على جانبين، السياحي الطبيعي بغاباتها وأيضا بموقعها
والسياحة بالآثار الموجودة فيها، سواء كانت تاريخية كقلعة الرمض أو دينية كمواقع كثيرة منها دينية مسيحية دينية إسلامية، وفيها حوالي 200 موقع أثري، منها مار الياس، منها مواقع أخرى، كاتدرائيات موجودة في عدة مناطق في عجلون وتنتسب إلى عصور ماضية. عجلون لها ميزة أخرى، العلاقة بين سكانها، العلاقة بين سكانها حميمية. نحن وأنا بقول دائما في كل المواقع، المواطنة هي الأساس. المواطن لا يخلو بلد في العالم عن أكثر من معتقد، أكثر، ولذلك ما هو مقياس المواطنة؟ المواطنة هي المقياس. أنا أطلع، أنا عربية أردنية وبالأخير أقول مسيحية، ولذلك أنا علاقتي عربية أولا، علاقتي أردنية أيضا بقول من عجلون، وهذه الروابط كلها تراكمات تعطيني صفة المواطن. يا محلى القعدة بأرضها ولمة الجيران حواليها وركوة القهوة العصريات من تحت أيادي الخالات. المحبة هي مقياس العطاء، بقدر ما تحب الآخر، بقدر ما يعطيك، بقدر ما تشعرك تشعري بمحبة، بألفة، بحميمية، هو أيضاً يعطيك. إذا من لم تكن مثلها فهي أكثر منها. هذا هو الإنسان الذي نريد، وهذا هو المجتمع الذي نريد. ونحن يعني عشنا، وفعلاً إذا اطلعتي هون نحن متداخلين في الأراضي، متداخلين في المنازل، المناسبات، المشاركات، الاحترام، الزيارات، كل هذا موجود دون أن يكون له هناك مقومات أخرى. العلاقات الإنسانية هي علاقة محبة، والله محبة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة خاصة عن الدعوات الكهنوتية. وقد شارك في البرنامج الأب برنارد بوجي مدير المعهد الكليريكي في بيت جعلة، الذي شدد في الحديث على أهمية تنشئة الشباب على الدعوة الكهنوتية حتى يصبحوا كهنة يخدمون مذابح الكنيسة. كما تطرقت الحلقة إلى الصعوبات والعقبات التي تواجه مسيرة هذه الدعوة. فإلى هناك، كثير عم بيتعرض الكهنة للانتقاد، وكثير بيجيب بحكي وبيصير في كلام عليهم، لكن وطبعا من أشخاص مؤمنين، يعني برسالة كهنة بدك تفهم إنه الكاهن رسالته سماوية والدعوة دعوة من الله. عمل الكاهن هلا هو في كهنة قرارهم إنهم يمشوا حسب تعليم الله وحسب قرار الله، وفي كهنة بيمشوا مش حسب التعاليم اللي منصوص عليها أو اللي تعلموها ودرسوها. لكن أنت كمؤمن بدك تعرف إنه سلطان الكاهن هو من الله، ومعنات كاهن أو معنى كاهن هو معناته وكيل الله، يعني هذا هو المعنى الحرفي لموضوع كاهن أو لكلمة كاهن. هلا الدعوة هي من السماء، سماوية من الله. نحس انه موضوع الدعوات والرسامه، رسامه الوضع اليد لازم تكون بكنسيه برئاسه يعني الاسقف اللي هو وضع اليد. هون سر، هذا سر الهي، واحنا حكينا الكاهن هو وكيل الله على الارض، لانه يسوع المسيح هو سلمهم هذه المهمه للتبشير، للتعليم، للتعميد، وحتى كمان لمغفره الخطايا. وكل ما يربط على الأرض يربط في السماء، وكل ما حللتم على الأرض يحلوا في السماء. فهذه السلطة اللي معطاة للكاهن يعني سلطة كتير، يعني مسؤولية كبيرة من السماء. أحيانا الناس بتقولك إنه هذه السلطة، إنه هذا الشخص غير مستحق إنه إحنا نتبعه، لأنه هذا شخص بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فهلا موضوع الدعوة مربوطة في
أيضا قرار الكاهن كيف بفعل الدعوة أو بيصير بهذه الدعوة؟ أكيد. يعني هل هو مربوط فيه؟ يعني كيف بمشي هذا الخوري بدعوته اللي إجت من عند ربه؟ هل مربوطين مع بعض أم أنه دعوته بصير فيه عنده الحرية أنه يتصرف بهذه الدعوة كما يشاء؟ والدعوة السماوية أنه مدعو ككاهن هذا أمر آخر. نعم مزبوط. هل في هناك فصل أبونا؟ أكيد. هلأ أكيد في فصل. ليش؟ لأنه كل واحد بتقدم للكهنوت هو جاي من بيئة مختلفة، من ثقافة معينة، من حضارة معينة، من عادات وتقاليد قد تكون في مجتمع منافي للأشياء الموجودة عندهم. يعني كاهن جاي من روما يخدم في عمان، أو كاهن من عمان رايح على روما يكمل دراساته العليا، راح يشوف إشي مختلف. نعم. عن ثقافته هذا. حتى في مناطق مختلفة بنفس البلد، يعني من قرية مثلا أو من مدينة. نعم. أو من نعم. بالضبط إلى حد ما. نعم. هلأ شو اللي بصير؟ إحنا بنحكي نعمة الروح القدس هي اللي بتعينك على ضعفاتك. يعني حتى القديس بولس صرخ وقال بأعلى صوته: يا رب لماذا الخير الذي في داخلي لا أفعل والشر الذي ليس في داخلي إياه أفعل؟ مرات أنت بتعصبي، يمكن أعز ناس بتحبيهم بحياتك، يمكن أولادك، وتحكي بطريقة مش منيحة، ما في 5 ثواني 10 ثواني شو عم أنا، هذا ابني، هاي بنتي، أنا ليش عم بحكي هيك؟ يعني هذا التناقض الموجود في كيان الإنسان ما بين شخصيته اللي جاي منها من بيته وما بين الكهنوت اللي بتطلب منه أن يكون طويل الأنات، أن يكون محبا، أن يكون. طب في جينات عنده كمان، إشي أخذه من أبوه، إشي أخذه من أمه في بهالحياة، في أشياء بتصير بيناتهم. مرات بصير في صراع بينات. نعم. بداخل الإنسان اللي بحكي فيه هذا القديس بولس، هذا الخير اللي أنا مدعو إله. الكاهن هو الإشي الأساسي اللي هو بده يكون المحبة والخير والصالح لأجل الناس العام. بس مرات كثير بنقع بروح الأنانية، بنصير في بروح التخصيص، إنه هدول الرعية بيحترموني، هذا الناس بيقوم بواجبي، بيحترم الكاهن، هدول كناس ما بيقدروا الكاهن، ما بيحترموه، ما بيعزموه، ما بيجيبوه، ما بيودوه على مناسباتهم. طب أنا ليش بدي أعاملهم؟ بصير هو كمان دي عامل، وبيصير في خصخصة. أبونا نحن شابكرين طبعاً تواصلك معنا في هذا النهار، وعم نحكي عن الدعوات الكهنوتية، وأنت طبعاً هلأ الخبير في هذه الأمور، خاصة أنك أنت مدير المعهد الإكليريكي في بيت جالة. فسؤالنا لك أبونا، كيف ترى يعني إقبال الشباب الآن على الدعوات الكهنوتية؟ وموضوع أيضا التحديات اللي بتواجه الشباب في الاستمرارية، أو التحديات اللي بتواجهكم أنتوا أنه الدعوات الموجودة أو الطلاب اللي بالكليركي أنهم يستمروا إلى الآخر للرسام الكهنوتية. تفضل أبونا. أولا نشكركم ونشكر فضائية نورسات على طرحهم لهاي المواضيع المهمة. موضوع الدعوة يخص كل إنسان مسيحي. الدعوة الكهنوتية أو الرهبانية هي أما ربنا يضع في حياة الإنسان ليكتشف أنه ربنا حاضر في العالم. الكاهن هو مسيح آخر، ومن خلاله تمثل أسرار وحد الشعب المسيحي في يسوع المسيح. الدعوة ما سهلة، دائما كان في تحديات في الدعوة، ومنشوف دائما أنه كان في العهد القديم في العهد مثلا أمثال الشاب الغني الذي عندما قال له الرب يسوع اذهب بيع كل تملك بعد، وأخذ كل أمواله وذهب حزينا، ما يستطيع الرب يسوع. وفي هناك بالمقارنة التلاميذ اللي تلمن متى لاوي اللي عنده على طاولة وقال له اتبعني ترك كل شيء وتبعه. منشوف هذول النموذجين. هذا الاشي موجود في حياة من يبحث عن دعوة كهنوتية. منلاقي الاشخاص اللي هن متقين الامور في عالمهم، في حياتهم اليومية، في عندهم معين في الحياة اللي بدهم يستمروا فيه، ولكن في عندهم الرغبة بنفس الوقت انه هذا الاسرائيلية اللي موجودة في مش شغلة. يعني إنه الواحد لا عن شيء يتبع
المسيح كاملة هو خيار جذري في حياة الإنسان بدون ما نحن ندرك شيء. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: إن استمرار حالة التوتر في الضفة الغربية وغزة يهدد أمن السكان هناك. بطاركة ورؤساء كنائس القدس يجددون النداء من أجل السلام في الأرض المقدسة. الكاردينال بتسابالا: الحرب بما تحمله من عنف وكراهية وموت تجعل الاحتفال بعيد الفصح صعباً. الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بسبت النور المقدس. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.